جندوفلي بالكزبره والبقدونس والفلفل الحار. هستعمل ميه، ليمون، جندوفلي، فلفل حار، بقدونس، كزبره، ثوم وكمون، وطبعا هستعمل زيت زيتون وملح وفلفل. جندوفلي علشان نقدر نبقى مطمنين ان هو ما فيهوش رمله، فقبل ما نستعمل الجندوفلي ميه حله كبيره فيها ميه بتغلي جامد جدا، ننزل فيها الجندوفلي بمصفى او بحاجه لمده 30 ثانيه دقيقه، هيبتدي يفتح فتحه صغيره كده وينزل منه كل الرمله اللي فيه. نحط زيت حبه مش بطلين ونسيبه كده يسخن على ما اقطع الثوم. مقطع الثوم بقى عشان كميه كبيره فهنقطعه سلايسز كده، يعني مش هنفرمه. ناخد بقى الثوم مش اكتر من دقيقه على ما يكون الثوم، ماشي هاخد كل مره جايه، على ما يكون الثوم ابتدى يا دوب يعني يبتدي يطلع ريحته جوه الزيت. لو عايزينه يبقى مش حراق قوي يبقى نحط الفلفل من بدري. طبعا الكميه بتاعت الحراق راجعه لحضراتكم. احط الفلفل دلوقتي مع الثوم لان انا حاطط كميه كبيره. هنجيب الجندوفلي زي ما هو، كمون، دول معلقه كبيره هنحطها كلها لان الكميه كبيره. هقطع بسرعه كل البقدونس والكزبره اللي موجودين مع بعض مره واحده، بس بنقطع تقطيعه واحده. يا دوب شويه ملح مش كتير كده ولا كده، بينزل ميه منه فممكن يعني ممكن نستغنى عن الميه بس عشان نبقى مطمنين. بنتكلم في 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي مش اكتر من كده.